كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ورمضان كله صوت، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد يا رب كده سعيد عليكم وعلى الجميع. طبعا رمضان كان شهر جميل، رمضان كان شهر جميل، كان صيام وصيام جميلة، والحمد لله عدى على خير علينا وعلى الناس كلها. بس عايز ايه؟ عايز ايه؟ يلا كده نصوروا حلقتين كده حلوين عشان خاطر العيد ونعيدوا مع بعض كده، معايا طبعا مع الكلاب. في ايه هات يلا جوليا. خش حلاوتي كده، الله انت بترقص. والخال بتاعها فين يا يوسف؟ تمام هناك يا بابا، تعرف تجيبه؟ وادي يا جماعه هتلبس خلخال كمان اهو، هندلعوه. انا مش هتسكر، مش هتسكر والنبي، انت سكر انت والدلوعه. انت بتعكسيني في الفيديو ده، اسمه تحرش على فكره. انت والدلوعه سكر، اسمه تحرش على فكره، ممكن نرفع عليكي قضيه دلوقتي. انت عملت تفسح معاه، ما فسحتش مع مراتك، ورايح جاي وتاخدها وتسرح لها وما انتك لها، وما عملتش كده مع مراتك. حتى الدلوعه سبتوها، الدلوعه دي حبيبتي الكل، ده عسل. ورينا يوسف، بقول لك هتلاقي حبه سكر. لا يا شيخ، اديله حبه سكر يا شيخ. ايوه ده تمر عشان ما بتلبسهاش. تلبسه ماشي، روضة عايزين تعصي شيخ. شو السكر يا سيخ؟ شو السكر يا سيخ؟ حطي ده الروم، مش السكر في الطبق ده يا سيخ. السكر الغريب السلام. شوف يا جماعة الخلخال، ولا ادح خلخال صفي نار. ايه قدام بس؟ قدام إيه؟ بس؟ بس ما بيشخشخوش. لا ما هو احنا بنركبه عشان يشخشخ؟ هي طبعا. لا بنركبه عشان يفجر رجلها ترقص. يا شيخ. انا الناس مش بتعمل صوت. لا. هات شوية. بس. بس. دلوقتي غير ايام زمان. السكر غالي يا ابني. دلوقتي غير ايام زمان. ايام زمان كنا بندوها بالكيس، دلوقتي لا داري بقى في الفيديو، داري من الفيديو، داري عين الناس وحشه، داري هتستخسر في الدلاعه، داري السكر، داريته داري ده من المحرمات دلوقتي، داريته. وين سعره نزل؟ سعره نزل على السوشيال ميديا بس، لكن في الحقيقه لا. لا هي لا بس باشا. تعال تعال يلا الحاجة يا يوسف، الخلخال الثاني مش احشى بقى، مش احشى. ايوه كده، الله اكبر. شبع ايه ده؟ ايه الوافة الجامدة دي؟ ايه والله بعد ايه؟ وقفة جامدة، اللهم صل على النبي. بعد السكر اكثر المتابعين بيسألوا على الدلوعة على طول بصراحة، كله بيحب الدلوعة. السكر المصري ده اللي ياخد. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة، بعد العلاجات وبعد الحب اللي احنا عملناه معاه، بسم الله ما شاء الله، هي عاجبة ابو نور جامد النهاردة. اللهم صل على النبي، يعني بص المنظر وحش واقف. عشرة كام سنة؟ ياما والله. 5 سنين. لا اكتر. 10 5 سنين. اكتر والله. والله 10 5 سنين. اكتر من 5 سنين يا بنون. لا 5 سنين. 5؟ اه 10 5 سنين. يا بنون لو احنا بعنا الدلوع، لو احنا بعنا الدلوع هتزعل؟ اه؟ لو احنا بعنا الدلوع. انا لما بنحب حيوان يا يفارقني بالموت يا انا للموت بقى. معلش الله عليك وعليك. انما دي نبحها لك. ليه يا بنون؟ بنحب الخيل البلدي. الخيل البلدي ده بنحبه. بنحس ان هو ايه؟ ليه رونق خاص. البلدي يؤكل. كل حاجه. في كل حاجه. يا لهوي دي لو لبست عباية سمرا. اتفرجي عليها. طب دي جمالها عباية سمرا. اتفرجي عليها. معلش انت لما تجيبي الحاجه كده يعني بصي ما تتخيليش كده. لها طعم لها ريحه كده، البلدي ده يعني
اول ما بدات تربيه في الكلاب بدات بكلاب بلدي بالبلدي. اه فعلا. وليا الشرف ابو ياسين ورجلي انكسرت بسبب كلب بلدي. اه واقع من على السطح يا جماعه والله هو صغير. ايه الفايده الناس تقول ده فلان عنده كذا. ايه الفايده؟ لازم انت نفسك تحس. بتحب ايه وبتحس اه وبتحب ايه نفسك تحس فعلا. اه احنا ما بنجيبوش الحاجه نربوها علشان الناس تقول ده عنده كذا. صح. عمري ما كان مبدئي وده الحمد لله ده بفضل ربنا دي نجاح على فكره. يعني انت بتجيب الحاجه عشان حبك فيها. لا معلش ايه الفايده الناس تقول ده بنور عنده سطبل وخيل ومش عارف ايه وكلام من ده. ايه الفايده؟ لا لازم تحب الحاجه دي. ايه الفايده؟ لازم يكون بتحبها. صح. والحيوان بالذات لو دخلت عليه تجاره نهايته الفشل. ما فيهاش كسبان. نهايته الفشل. طب انت بنور انت كده موقفها خليها تنزل يلا. لا هي بتحب دايما. ده استحلت الوقفه. هي مستنيه لحد اول يوم العيد الصبح. يا جماعه بص رسمه شعرها بنور اللي مسرح لها النهارده وقصص لها شعرها. سلم بذمتكم يا جماعه شايفين المنظر عامل ازاي؟ ايوه. بتسلم ازاي؟ انت بتحسس على رجليه. سلم عليه. سلم. انا ده عشان ايوه كده. جدع. والنبي انت عشرة يا دلوعة. بخ ولا بخ. ودي يا جماعة حلقتنا النهاردة مع دلوعة وشايفين بقى كده احنا مدلعينها النهاردة عشان العيد. طبعا ديت دلوعة حل بس بتاعه علي. دلوعة قلبنا. زي ما انتوا شايفين هي صورناها اهو النهاردة وهي بتلعب كده وبعد ما استحمت وبعد ما خدت احلى شاور زي ما انتوا شايفين اهوت الخلخال. والنبي انا ما عندي خلخال زي ده. يا سلام. وديها هناك بقى يلا يوسف. هناك بقى. بابا انا وديها هناك. بابا. يوديها هناك. لا مش الوقت شوية. اللهم عايزين نخلص. عايزين نروح عايزين نفطر. فطار الساعة 5. أحلى مسا عليكم يا جماعة وتحياتي لكل الناس الجميلة والناس المشتركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير.